كيف ما كتعرفوا مدينة طنجة، سكان مدينة طنجة، سكان المغرب دائما كانوا يطالبون باش يكونوا أنشطة هنا في هذا المكان لما يسمى بالغود ديركول، باش نعاودوا للقصة ديال أسطورة هركول. بالطبع وراء هذه القصة أو هذه القصة اللي كنتكلموا عليها، بالطبع كاين المجال الثقافي، كاين المجال الترفيهي، كاين السياحة، كاين الاقتصاد، وبالطبع المجال الاجتماعي. هادشي اللي حاولنا نديروه اليوم. هاد الأعمال اللي كتشوفوها أولا نفتخروا لأنه أعمال مغربية، شباب مغربي اللي خدموا على هذه العملية. ثانيا أول مرة كدار هنا في المملكة المغربية، أول مرة كدار في القارة الإفريقية، اللي كيخلي أننا اليوم المفهوم ديال الصناعة الثقافية غادي وكيتطور وكيستعمل حتى الأساليب الجديدة، يعني التكنولوجيات الجديدة والرقمنة، وغنستغلوا بالطبع هاد التطور ديال التكنولوجيا باش يعني نحييو المآثر التاريخية ديالنا ونخلقوا منهم حتى يعني واحد الثروة، يكون واحد المجال اقتصادي اجتماعي لسكان هذه المنطقة. إذا كانوا كيجي واحد العدد معين ديال السياح، بالطبع فاش غيكونوا هاد الأنشطة غيكون عدد أكبر وأقوى. وهي بالطبع طريقة كذلك باش نعرفوا بمدينة طنجة. طنجة هي بالطبع عالمية وغتعرف مجموعة ديال الأنشطة في السنوات المقبلة، ولكن جوستومون حيت غتعرف هذه الأنشطة الكبرى، كنتكلم على كأس إفريقيا، كأس العالم، مجموعة ديال الزوار كيجيو، لابد أن يكون هناك أنشطة ثقافية في جميع المجالات الثقافية اللي كتعرف المدينة. وحنا بدينا اليوم بالغود ديركول، وغيكون هناك كذلك فرص أخرى ومجالات أخرى للتنشيط الثقافي. الانطلاقة ديال عرض نوستالجيا ديال مغارة عرق، هذه اللي هي التجربة الأولى. طنجة كانت محظوظة باش تحظى بهذه التجربة هذه بالعرض نوستالجيا. أسطورة تاريخية عرق، التاريخ ديالها ومراحل الدوزات. وحنا هذا بالنسبة لنا حنا كجماعة طنجة، هذه التجربة كتفتح لنا الفرصة أكثر لجذب عدد كبير من السياح. كما كتلاحظوا بأن السياح الأجانب فما يدخلوا طنجة أول حاجة كيشوفوا هي يشوفوا مغارة هرق، وهذه إضافة اليوم في هذا العرض ديال نوستالجيا ديال هرق اللي غادي تنضاف على المآسي اللي كيزوروها في مدينة طنجة. ونتمنى الله تكون عندها واحد إقبال كبير لا من السواح الداخليين ولا الأجانب. شكرا. المحكوم عليه الزمن والصعب النجوم على التافو، وهذا كان عقاب لي على قيادة الجبابرة ضد زيوس. هرقل اللي كان عارف المعاناة من جبار أطلس غيعرض عليه أنه يطلق مؤقتا مقابل مجل الجبار يعطيه تفاح ذهبي. أطلس غيتردد، ولكن منظر النجوم كتضوي في السماء وهي كتحرك بشوية عليها غتخلي الجبار أطلس يقتنع أمام قوة جبروت هرقل. اليوم غتشوف معنا عبر الضوء والصوت قصة بعث هرقل عن التفاحات الذهبية جيمان هيسبريدس. القصة كتعبر على شجاعة ابن زيوس وكتحكي على واحد من أبرز إنجازات البطولية. والدنيا مازال صباح مع فريق الشمس الدور هذا